السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة هيتش كولكشنز. في الفيديو ده النهارده انا هشرح معدة أساسية من معدات التصوير وهي الـ LED فيديو لايت ماركة رالينو. هنشوف المحتويات اللي في البوكس هتبقى فيها ايه، وهنشرح شوية عن الموضوع الإضاءة، وهل فعلا المعدة دي مهمة بالنسبة لنا ولا لأ كمبتدئين أو حتى في المستوى المتوسط أو طبعا الهاي إند. بس كل ده هيبان معانا في الفيديو النهارده، فيا ريت تابعونا للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب بقى عشان يجيلكم الفيديوهات الجديده. طيب في البدايه انا احب اوضح لكم رقم موديل الفيديو لايت يونت ديت PLV S104، عشان لو حد حب انه يعمل سيرش عليها ويجيبها، ماركه رالينو. الموديل دوت بيجي بقوه 3200 كي ل 6500، بلت ان بطاريه بلت ان في 5000 ملي امبير قابله للشحن. طبعا هنفتح الصندوق مع بعض ونشوف المحتويات اللي فيه. اول حاجه بنلاقيها كارت اسمه رولينو لاكي كارد. هو من الواضح ان احنا المفروض يعني بنبعت ايميل وممكن ناخد هديه من الاربعه دولت، يعني الموضوع ده يعني هبقى اشوفه اكتر، بس هو من الواضح من الكلام ان انت هتبعت ايميل وتختار منتج من الاربعه وممكن هما يبعتوا لك واحده فور فري من الاربعه دولت. يعني حركه كويسه من المبيعات هناك. تاني حاجة بلاقيها معايا هي المانوال الخاص بالجهاز، وده هنشرح كل اللي فيه دلوقتي. وبعد كده كارت الضمان. الجهاز دوت بيجي او الوحدة دي بتيجي بضمان سنة او سنتين على حسب الدولة اللي انت شاري منها. بعد كده بلاقي الـ LED فيديو لايت يونت، ودي هنخليها لاخر بقى عشان نشرحها. طيب ايه تاني هنا؟ هو طبعا مفيش حاجة تحت، ناخد الحاجة اللي هنا. في اول حاجة، هما حاجتين جوه العلبة ديت. اول حاجة وهي الهوت شو او الكولد شو او الرجل اللي بتسند عليها الوحدة. اللي عجبني فيها دلوقتي ان انا اكتشفت ان هي كلها معدن، يعني هي كلها المونيوم مفيهاش بلاستيك خالص. الوحده دي بس هي اللي فيها مطاط، طبعا دي هتبقى اساسيه طبعا ده مطاط، لكن كله معدن، وده شيء مهم جدا. الناس طبعا عارفه ان موضوع البلاستيك دوت انها ممكن تتكسر او كده، فلا دي كلها معدن. الكابل الشحن كابل يو اس بي، هو مايكرو يو اس بي، طبعا ده بنقدر نوصله على اي منفذ يو اس بي ايا كان شاحن موبايل. وهو في المانوال يعني اعتقد انه 5 فولت زي اي حاجه، فممكن توصله بكمبيوتر او بشحن العربيه او باي حاجه يو اس بي. طيب غير كده مفيش حاجه تاني في الصندوق، فنلم كده الدنيا اللي معانا دي كلها عشان نبتدي نركز شويه مع الـ LED فيديو لايت. طيب اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، ورا هنا اللي انا شايفه في اول في زي بكرتين وزرار، الزرار اون اوف، والبكرتين في واحدة مكتوب عليها مش عارف هي تبقى واضحة في الكاميرا ولا لأ، وارم لايت ماكس ولو، والناحية التانية هيبقى وايت لايت، وهي تقريبا هتبقى كده مزج ما بين الضوء الاصفر والاحمر، او سوري مزج ما بين الضوء الاصفر والابيض مفيش احمر. طيب الزرار ده ندوس عليه، الباور ده باور الباتري ان هي كده مشحونه فل، تمام بندوس دوسه واحده بيشتغل. طيب هنبتدي مع اللون الاصفر او الورم لايت، ان انا مجرد ما بديها الماكس. طيب يبقى انا لازم اعمل اون، يعني في معظم الاجهزه بيبقى لونج بريس. ايوه هو فعلا لونج بريس، بدوس لونج بريس عشان الاضاءه تشتغل معايا. طبعا انت بتعملها بالتدريج، خلينا نخليها على الوضع ده عشان تبان لكم اكتر. انا كده بقلل وعلي الاضاءه الصفراء،
طيب الإضاءة البيضاء، الماكسيمم بتاعها، وممكن أمزج معاها الإضاءة الصفراء. تعال نحطها كده بالجنب عشان الموضوع يوضح شوية. أنا عارف إن هي ممكن تبقاش واضحة عشان الإضاءة عكس كده. أنا معلي الأصفر بس أو الإضاءة الدافية، هدخل معاها الأبيض. طب هشيل الورم خالص أو الأصفر، شلته خالص، الإضاءة بقت بيضة بس. طيب أنا عايز أقول مميزات وعيوب بقى عشان برضو نساعد الناس. أنا بالنسبة لي كمميزات، أول حاجة عجبتني ان الجزء ده كله معدن مش بلاستيك، ده يعني جميل جدا في الموضوع. يعني الحاجة التانية اللي عجبتني ان هي بيلت ان باتري. الناس اللي بتبص كتير في السوق على ال LED فيديو لايت هتلاحظ ان هي بتيجي بدون بطارية داخلية، بيجي لك مكان يتحط فيه بطارية وبتشتغل يو اس بي عادي من غير البطارية، بيشتغل معاك. لو احتجت بقى ان انت تاخده اوت دور او كده هتشتغل بيه بره، هتشتري البطارية منفصلة وتركبها، فطبعا دي بتكون تكلفة عليها. لا لا، ده بصراحة جاي بالبطارية بيلت ان، التكلفة بتاعته هتلاقوها في الديسكريبشن تحت. انا يعني اخترته عشان المقاس اول حاجة، انا بشتغلش غير منتجات، فبالتالي المقاس ده كان كويس ليا. وبالنسبة للحاجة التانية البادجت بتاعي، انا ما كنتش عايز اعلي البادجت بتاعي، يعني بقى عندي تكلفة كده معينة تمام، فلقيت سعره كويس جدا معايا ومناسب. طيب عيوبه ايه بقى؟ عيوبه ممكن البطارية تبقى ما بتقعدش مدة، انا لسه ما اعرفش طبعا هي بتقعد قد ايه، بس بيتقال ان هي بتقعد من ساعتين لثلاث ساعات، فنتمنى ان الموضوع يبقى كده ساعتين ثلاث ساعات. ده انا بالنسبة لي كويس، ما عنديش فيه مشكلة. مش شايف حاجة عيوب دلوقتي غير بعد الاستخدام لوقت اطول، وهتلاقوا برضو لو في ابديت في الكلام اللي انا بقوله بالنسبه للعيوب او المميزات دي هبينها لكم برضو في الديسكريبشن، هتبقى اب تو ديت، هحطها لكم وممكن تقروها. طيب انا دلوقتي هشرح لكم ازاي نركب ال LED فيديو لايت. اول حاجه الرجل اللي بتيجي معاه ديت، الجزء اللي فيه المسمار ده هيركب فيها هنا، والجزء اللي من تحت في وظيفتين، ان هو هيبقى كولد شو يركب على كاميرا، على الكاميرا على طول، او الفتحة اللي فيها ديت هنركبها على الترايبود على طول تمام. وهوريكم ازاي دلوقتي هنعملها كده. انا مركب ال LED لايت على الترايبود عندي. المسمار دوت اللي انا ببتدي احدد بيه الاتجاه، انا لو فصلته كده هويته هقدر ان انا اتحكم بالمجال بتاع الاضاءة بتاعي كده. انا ظلمت المكان خالص، الجزء اللي هناك ده شاشة كمبيوتر بس منورة على الجزء التاني، وعندي الزرار بتاع البطارية، البطارية كده اهي فل قدامي، هدوس مدة طويلة عشان الضوء يبتدي يشتغل. هنشيل الإضاءة خالص، نبتدي أول حاجة الضوء الأبيض ونشوف قوته هنا في المجال ده وكده، ده أعلى مستوى ليه. هنقفله ونجرب الضوء الأصفر أو الدافي، وده أعلى مستوى فيه. هنعمل مزج ما بين الأبيض والأصفر، هدخل الأبيض معايا دلوقتي، وده أعلى مستوى للإضاءتين مع بعض. طيب دي طريقة تانية بركب بيها ال LED فيديو لايت يونت على سبايدر ترايبود، والكاميرا بتاعتي بتبقى راكبة عادي على الترايبود هنا. أتمنى الفيديو دوت أكون شرحت فيه المنتج بشكل كامل، من محتويات جاية معاه لمميزات لعيوب، ولو في مميزات وعيوب زيادة دي هبقى موضحها لكم أب تو ديت بشكل على طول في الديسكريبشن تحت، تقدروا تتابعوها. وأهم حاجة ما ننساش الموضوع بتاع إضاءة بيضاء أو إضاءة صفراء أو إضاءة قليلة أو إضاءة عالية أوي. خلينا بقى أظبط الإضاءة عشان أعرف أكمل معاكم. اتمنى الفيديو ده ان شاء الله يكون استفدنا منه، ولو عجبكم اديني لايك، ما عجبكمش اكتبوا لي في الكومنت بس هو مش عاجبكم ليه عشان اقدر اصلح من الغلطات اللي عندي في الفيديو، وسبسكرايب عشان الفيديوهات الجديده تقدروا تجيلكوا بيها نوتيفيكيشن، وتابعونا على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.